هل لازم نلجأ للأكل بس تناخد المواد الغذائية ولا المتممات السابلمنتس هن صحيين وفينا ناخدهم؟ أكيد دايماً بننصح إنه ناخد الأكل، يعني إن كان فيتامينات أو المعادن أفضل تكون بالأكل، لأنه مثلاً حبة الفواكه مش بس عم تعطينا فيتامينات ومعادن، عم تعطينا كمان ألياف. من هون الأكل أفضل من الحبة، ولكن إذا عنا نقص بالجسم هون الأكل ببطل عم بيقدر يعطينا الكمية اللي احنا بحاجة لها، فلازم ناخد برأي اختصاصية التغذية أو الطبيب تناخد هيدول الحبوب بكمية معينة، لأنه كل شيء زيادة بمعنى نقص.